سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ ناشطين ماشطين هانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير البنات. اليوم بغيت نصايب واحد الكيك ديال الفلو. قلت علاش لا ما نشاركوش مع خواتاتي لهاد الكيك هذا. البنات كنحتاجوا لجوج بيضات، اليوغورت بالقهوه. انا بالنسبه لي اختاريت يوغورت ديال بالقهوه. نتوما اللي عندكم، اللي موجود عندكم تقدروا ديروه. كيف كتشوفوا هنايا، كاس مع عمرش ديال الزيت، كاس ونص ديال السنيده، جوج معالق كبار عامرين ديال الكاكاو المر. هنا عندي خماره، وهنا عندي تقريبا واحد الخمسه ديال المعالق كبار ديال الفورس. المهم انا درت خمسه، ولكن نتوما عينكم ميزانكم البنات. هذا غير بالنسبه للكيك، اما بالنسبه للفلو راه من بعد عبش غنقول لكم المقادير ديالو. على بركه الله نبداو. ناخذ واحد طاسه بحال هكا، ولا مول داكشي اللي عندكم غادي تخدموا فيه. ناخذ البيض نهرسو، وناخذ هاد الكاسونس ديال السنيده، ونديرو قبيصه ديال الملح معاهم، ونطربوهم بالطراب ديالنا. دابا البنات غادي نزيد هاد اليوغورت هذا، وهاد الكاس الزيت، هاد الكاس اللي ما عامرش اكيد، ونكمل التطراب ديالي. دابا البنات من بعد ما طربت البيض وسنيده والزيت ودانون، غادي ندير واحد جوج معالق ديال الكاكاو. دابا البنات غنديروا كاكاو، انتما البنات جوج معلقات كبار وافيين. هاد الكاكاو البنات راه سبق ليا غربلته. دابا من بعد ما خلطتو البنات، غنديرو دابا هاد الفورص وهاد الخماره. هانتوما البنات ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه. المهم انا غندير دابا غير ربعه حتى نشوف.
دابا نخلطوا هاد الديك ديالنا. نخلطوه مزيان البنات. انا البنات راني سخنت الفران ديالي يسخن ليا واحد شويه قبل ما يلا سخنتو غير دابا درت شويه سخون. هانتوما البنات راه باقي خصها مازال الدقيق. بارك دابا مزيانة. صافي البنات دابا جات مزيانة هكا، يعني راني درت فيها 5 د المعالق كبار ديال الفورس. دابا البنات غناخذ المول ديالي اللي سبق ليا غلفته بالورق ديال الفران ودهنته من الجناب ديالو بالزيت ودردرت عليه الفورس. دابا البنات من بعد ما فرغتو في المول غندخلو الفران ورجعو نتلاقاو. البنات من بعد ما دخلنا الكيك ديالنا للفران خديت جبت واحد الكاسرونه ودرت فيها واحد نسيطرو د الحليب وغندير عندي هنايا نسيطرو د الحليب، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الفورس، عندي معلقه نص راس معلقه ديال نيسكافيه اولا قهوه وصافي بلا ما نسميو. عندي هنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو، عندي هنا جوج ديال الفلو، وحده فريز وحده شكلاط، وهنا عندي 4 المعالق كبار ديال سنيده. البنات نخلطوا ناخذ واحد الطاسه ونخلطوا فيها بعدا هاد النواشف هما الاولين. غناخذ هنايا 4 المعالق ديال السنيده نحطهم هنايا، وهاد راس معلقه ديال القهوه، وهنا ناخذ جوج معالق كبار ديال الكاكاو الاولى، هاد الثانيه جوج معالق كبار ديال الفورس، ناخذ هاد الفلو هذا، نخلطوه مزيان هكذا. دابا البنات غادي نخلطوهم مع الحليب.
دابا البنات غنحطوه فوق العافيه تكون مهيله بزاف ونبقاو نخلطو. ولكن البنات من الاحسن نخلطو بشي معلقه هكا ديال العود يكون احسن. ما نزقاوش من التحركه البنات حتى يتقال لينا هاد الحليب وهاد الشيء اللي معاه يتقال واحد شويه عا باش نطفيو عليه. هانتوما البنات راني بقيت كنخلط فيه بقيت كنخلط فيه هكا يعني ما حبستش من التخلاط حتى عقد ليا الخليط. هانتوما يعني راه ولا عاقد البنات. دابا من هاد المعقد غناخذ الكيكه ديالي اللي خرجتها من الفران وغنخوي فوقها هاد الخليط هذا. دابا البنات من بعد ما خويت هاد الخليط فوق هاد فوق الكيك غنخليه حتى يحيد منه هاد لافابور عباش ندخلها للثلاجه تبرد شويه عباش ندوزو للتزيين. البنات من بعد ما بردات خرجتها من الثلاجه وغادي نزوقها بالشوكولاط. انا بالنسبه لي عندي الشوكولاط هو اللي عندي موجود في الدار حكيته وغادي ندازو هكا يعني بشكل عشوائي يعني كل واحد يذوق على حسب الرغبه ديالو اولا ممكن تخليوها هكاك. وكتجينا على هذا الشكل هذا. ها نتوما البنات من بعد ما قطعناها كتجي على هذا الشكل هذا راها كتجي زوينه بزاف البنات غير جربوها. المهم البنات الا جربتوها وعجباتكم باش ما كنردوا عليا